قل اقسم بالله العظيم ان احكم بما يرضي الله والله على ما اقول شهيد ولا حيد ولا حد عن احد الا بالحق. مبارك. نعم. الله يبيض وجهك ويجزاك خير ومتحملين امانه. ومن قال؟ بيض الله وجهكم. امين. صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. طبعا معنا المحاكم مبارك الهاجري. قل اقسم بالله العظيم. اني احكم. بما يرضي الله. والله على ما اقول شهيد. حسين الزهيري من المحكمين في الميدان. قل اقسم بالله العظيم. أنا أحكم بما يرضي الله والله على ما أقول شهيد أقسم بالله لا أحيد أحد عن أحد كربي بن علي المري ونعم بيض الله وجهك. وأنا أقول أسلم. قل أقسم بالله العظيم. أنا أحكم بما يرضي الله والله على ما اقول شهيد اقسم بالله اني ما احيد لحد عن احد ابتدى الموروث.